شنو اللحوم الموجودة عندك؟ دجاج عندي، صدر مع دجاج، دجاج مسحب أي بلا عظم، معلاق لحم مثروم، سمك، جبن مال بيتزا، كبة، همبرجر، كل شيء موجود أي شيء. الأسعار قول لي الأسعار شنو؟ الأسعار والله هم من عندهم صعدوا عالي، يعني إحنا ما بيدنا كل شيء. هسه عندك الدجاج كيلو 300 ب5.5، عندي كيلو وين؟ تركي 7 عاد أبيعه. اللحم المفروم الكيلو 3.5، جبن بيتزا نص كيلو ب1.5، سمك الكيلو ب1.5. السمك منين هذا؟ السمك من الجزائر نجيبه، تايلندي هو. موصلي له؟ لا لا، تايلندي هذا مجفف. مجفف؟ ايه. اكو اقبال عليه؟ اي اكو اقبال عليه على سعره. ها هو عرض هذا، يعني تاريخه ظل شهرين تقريبا، نزلنا عرض على 1.5. عندي انا معلاق على 1000 دينار، كباب عندي. اللحوم المستورده وين اللحوم المستورده؟ هات، ما عندنا لحم. ما لا لا ما عندي، كلهم جنب. بس هي يعني بشكل عام هم اكو اقبال عليها؟ اكو بس قليل، مو مثل قبل. كنت قبل باليوم ابيع لي 25 كرتون لل 50 كرتون، كان ب 5000 4.5. هسه الكرتون يطول عندي 3 ايام 4. ابسط شغله هاي، الدجاج كل يوم انا ابيع لي 15 كرتون شيء على شيء، هسه كرتونين هاي صار له 7 ايام. السبب ليش؟ السبب تصاعد الاسعار، صعدت فد مرة، يعني فد مرة بس لو يفتحون شوي. المنتوج العراقي أغلى لو المنتوج التركي؟ لا، المنتوج العراقي أغلى. هذا مستورد؟ كله مستورد، كله بضاعة مستوردة. أسعار مشونة؟ أسعار 3.5 3.25. محلي ماكو. ليش ارتفع السعر؟ شنو يسموه؟ شو اسمه هذا؟ عرموطي. العرموطي زين. العرموطي هذا يعني هذا يمكن مجمد، هذا جامد، هذا كله جامد. اي جامد هذا. زين بيكسباير؟ كله اكسباير هذا، يعني تاريخه موجود. موجود تاريخ؟ اي، هو اسعاره صعدت لان محلي ماكو، يعني بديله ماكو. زين هذا الاحمر ايش؟ هذا مستورد امريكي بس يعني كعراقي ماكو، يعني كبديل ماكو، بس المستورد. زين اللحوم عندك شنو؟ اللحوم ما نشتغل باللحوم المستورده، يعني بس الدواجن. زين نجي على البيض. بيض، بيض عراقي. بيض عراقي؟ اي. ليش طبقة؟ طبقة بستة. ستة؟ اي. غالي؟ هو هذا ماكو بديله، فالمحلي يصعد، يعني اذا ماكو مستورد محلي يصعد. والله اسعارهم عليه، يعني على الفقير ما يقدر، لان البيض 6 6.5، واللحوم الحي 10 و9 و11 و12، المجمدة هم صعدت، المجمدة صارت ب4 ب5 ب6، صارت هذا البرازيلي رقم واحد صار ب7000 دينار كيلو اللحوم. الدجاج من عول المستورد اصبح غالي، يعني الدجاج خسر 3 7000 دينار. انت هسه يعني زدت تشتري قبل هسه شلون تشتري؟ والله كنا قبل نشتري، يعني هسه صح كلامك، هسه بيت النص، لان تعرف انه اسعار غليت، والمواطن كن خله، يعني انه خاصه انه براتب خله، يعني على يعني مثل ما اقول حسابات كلها، يعني قسم راتب ماله على حسابات. تشتري طبقه؟ اي طبقه، اي طبقتين اخذ. غالي؟ اي والله هسه غالي. هسه ناخذ مثلا ارتفاع اسعار، هي يقولون السبب اسعار انه يعني على مدى القمارق، مال قمارق انه يعني دخول ماله، او يقولون بيقسم منه امراض، يعني مال خاصه انفلونزا الطيور يعني.